سائل يقول: هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل؟ وماذا تفعل إذا كان شعرها طويلا؟ هل تمسحه إلى نهايته وترجع، أم يكفي مسحه إلى حد رأس الرجل؟ يجب أن نعلم أن الأحكام الشرعية تتفق فيها النساء مع الرجال، والرجال مع النساء، إلا ما قام الدليل على التفريق بينهما. وعلى هذا فالمرأة يشرع لها لمسح الرأس ما يشرع للرجل، فتضع يديها على مقدم الرأس ثم تردهما إلى قفاه، ثم تردهما إلى المحل الذي بدأت منه كما يصنع الرجل. ولا يلزمها أن تمسح إلى أسفل الرأس، بل إنما تمسح إلى حد منابت الرأس. وكذلك الرجل لو كان له شعر طويل إلى الكتفين فإنه لا يلزمه أن يمسح إلا على قدر منابت الشعر فقط. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.